جماعة أنا سمعت من الكلام ده، أنا قلته قبل كده بس هقوله مرة سريعة. دي رايز فانكشن صح؟ لأن واضح كل ما هتزود الإكس قيمة الواي بتاعتك بتزيد. دي ديكيد فانكشن، واضح كل ما هتزيد الإكس بتاعتك الواي بتاعتك هتنزل لفين؟ للصفر عند قد إيه؟ إنفينيتي. طيب دي معناها فيزيكا. أيوه مهم، يبقى معناها إيه؟ هل دي ديكي فانكشن ولا رايز فانكشن؟ هي هارمونيك فانكشن صح ولا؟ دي معناها دي اساسا، بس عشان تبقوا فاهمين، دي معناها لف على دايره، معناها كده لف على دايره. الامبليتود بتاعها 1، لو انت قلت دي هنا يبقى تلف على دايره الامبليتود بتاعها كام؟ A. واطلع هنا زي تبقى هي دي البوينت اللي انت بتتكلم عليها. خلاص؟ يبقى انت ما بتشوف واي بيساوي اكس جي سيتا، هي حركه جسم نقطه بتلف على ايه؟ على دايره، بتلف على دايره بالايه؟ والانجل اللي بتدور بيها هي سيتا. والله لو سيتا دي اوميجا تي معناها ان دي حركه هتبقى مستمره على طول، ما دي حركه الهرمونيك، يبقى هي لا رايز ولا ديكي. عشان بس ناس كتيره جدا في السوليوشن بتاع الكوانتم ميكانكس يجي يقول لي انا مش قادر افهم ايه، انا تبقى معنى مثلا تشوف الاكسايد ثابت اي اي ار كي اكس، اما اشوف حاجه زي كده افهم ان دي ايه؟ هل دي ديكي فانكشن ولا رايز فانكشن؟ لا، دي عباره عن ايه؟ بروباجيشن ويفز ماشيه باتجاه مين؟ اكس. يبقى هي لا رايز ولا ديكي، هي دي مفهوم الاكسبوننشال. تمام؟ لو انت شفتها بالمنظر ده انا فهمتها، لما بتلاقي هنا بلس معناها انا ماشيه بروبوجيشن في اتجاه اكس، ماينس معناها ماشيه بروبوجيشن بعكس اتجاه اكس. الكلام ده قلته اصل يوم الاثنين اللي فات جدل جامد جدا على البوينت ده، يقول لي دي معناها ازاي تبقى رايز او ديكي، دي منين دي لا رايز ولا ديكي؟ اما تشوف هنا الاكسبوننشال بتاعتك فيها اي او جي اللي هو الايماجين نمبر، افهم احنا دي بتمثل لنا اساسا جسم على دايره، وانت عارف ان الجسم اللي على الدايره دي هي يا اما السمبل هارمونيك موشن لو مفيش الفانكشن في التي، هي الويف بروباجيشن لو فيها العنصر بتاع الايه؟ التي. يبقى بس دي في الاول عشان نكون كلير، ان لو شفت هنا ايماجيني بارت افهم انها هارمونيك، يعني معناها دي ويف بروباجيشن. انا متاكد الكلام ده يعني طول ما انت قلته وانا قلته لكم، بس ما اعرفش المره اللي فاتت يوم الاثنين كان في عدد كبير قوي ملخص. طب من فضلكم في حاجه بس على الرايزنج فانكشن والديكي فانكشن ان جنرال عشان هستخدمها النهارده بكثره. انتوا استخدمتوها في اعدادي في شحن وتفريغ المكثف، وهي حاجه عامه. اما بتيجي تقول مثلا عندك فانكشن، نفترض بي مثلا بنساوي بي نوت اي اس ناقص تي على تي، ركز بس معايا، فاكرين المعادله دي انتوا شفتوها فين؟ اما كنت تشحن مكثف وبعدين ترجع تفرغ، وكان لو انت دايره انا هطلع من هنا عشان يمكن ده فيزيكالي معاك اسهل بالنسبه لك. لو عندك هنا ار اللي هي سي وعندك هنا سويتش تي، لو انت شحنت هنا هتبدا تكثف لاعلى حاجه اللي هي انا بسميه هنا فيه، يبقى المكثف هنا هيشحن لغايه ما يوصل الى فيه. لو انت فتحت السويتش ده وفتحت ده بتقول هيبتدي يحصل ديكي، وبتقول دي معادله الديكي. ركز بس كويس معايا من فضلك حتة التايم كونستنت أو الديفينيشنز بتاعه جاي منين. لو واحد منكم عاوز يرسم الدايرة دي اكزاكت أو المعدل دي اكزاكت، هي سنة كده هي التايم بتاع الدي بتبتدي بفي نوت وبعدين بدي فيزيكالي أنا هوصل للصفر انفينيتي. طبعا مش معقول أنا هقول الدايرة فرغت في انفينيتي انفينيتي كمية غير معرفة، بيبقى فيه اتفاق. خلي بالكم بس معايا من فضلكم الاتفاق ده جاي منين. يقول لك لو المكثف ده فضى 63% من شحنته اعتبره كانه ايه؟ فضى. يعني ده باي ديفينيشن، يعني انا مش هستنى لغايه ان التوتال تشارج بتاعتك تبقى بكام؟ بزيرو. انا بقول الاتي الديفينيشنز كده، بنقول ان تقريبا نعتبر ان المكثف ده فضى تماما لو فقد 63% من شحنته. هتيجي تقول لي منين بتيجي 63%؟ تيجي من هنا. بص لو المقدار ده بأولا يبقى معناه انك انت عندك ايه؟ كانك بتتكلم على بي نوت اي اس ناقص كام؟ 1. لو انت حسبتها هتلاقي ان بي نوت
على اي اللي هي 0.37 فينو. معنى كده ان الغلط وصل ل 37%، او بمعنى اخر انه فقط 63% من الغلط. عشان كده انت بتيجي هنا بتقول عندي زمن تاو تقريبا هنا لو كان في فينو هلاقي هنا 0.37 فينو، او ان انا فقدت هنا 63% اللي انا بقول لك عليه ده إيه؟ اوكي، لو انت اخذت المقدار ده سويته ب 1 زي ما انا عملت هنا عشان اخلي دي 1 هتلاحظ انك انت عندك تي على تاو بيساوي 1 او من تي بيساوي كام؟ تاو الحاله دي لو عملت بتساوي اه في سي. خلاص؟ خلي بالكم ان ده في اي اكسبوننشال فانكشن ريال بنقيس بيها حاجه بنعرف بنقول كده بنقول ان الجسم فقد الشحنه فقد الماجوريتي او حاجه اذا وصل الى 2 الى 37% او فقد 3 وكام 60%. طب دي واحده بس عشان الكلام ده هنشوفه دلوقتي حاجه. افرضوا عندكم فانكشن كده جيت قلت لك ان الاكسار بيساوي اي اي اس ناقص الفا او جاما اكس. خلي بالك الابساين اللي عندك لو جيت تسمع هتبقى كده، يبقى انت عندك هنا اي ومفروض بالديكي بالمنطق. واضح جدا ان كل ما مشي البروبابيلتي او عدد البارتكل زي لو انت عاوز او حاجه عماله ايه تقل. لو انا جيت قلت لك امتى البارتكل هتنعدم عددها هتقول لي فيزيكالي فين؟ انفينيتي. طبعا كلمه انفينيتي دي حاجه غير محدده. هنا لو انا جيت قلت لك امتى اوصل الى 63% يعني امتى لو افرض عدد البارتكل اللي داخل مثلا مكان 1000 وبعد كده عمال ايه يديكي او 100 عمال يديكي هتيجي تقول لي نفس الحكايه خد الجزء ده كانه الفا اكس دي بتساوي كام؟ 1. لو عملت الفا اكس دي بتساوي 1 او الكونديشن بتاع الفا اكس دي بتساوي 1 هتجد ان الابساي دي حدد الكي هنا غايه كام؟ 0.37 من القيمه اللي هي كانت داخله بيها. لو انت سويت ده هنا دايما هتبقى اكس بتاعتك بتساوي 1 على الفا، يعني بعد مسافه هنا 1 على الفا او 1 على الجاما اللي انا بسيبها هنا معناها ان البروبابيلتي بتاعتك هتقل الى 63 ايه؟ في المية. خلي بالكم ان ده جنرال بقى في كل شغلكم في اي اكسبوننشال فانكشن براكتيكالي بنقول ان احنا وصلنا لحاله الديكي اذا وصلت الى 63% فقط او ان وصلت الى 37% من قيمه الحاجه. بس عشان الكلام ده يبقى واضح قبل ما ابتدي البارت اللي انا هقوله لك النهارده. في حد عنده حاجه في الحاجه في الجزء ده؟ طبعا ستريت فورورد المفروض كلكم عارفين. بس يوم الاثنين ناس كتير وقفت فيها ما جيت حطيتها على طول. اوكي. نرجع بقى مع بعض نفضلكم الى اخر بارت. بس طبعا هتكلم على الامتحان والورقه وكده بس في اخر المحاضره يكون معظمكم جم. دلوقتي البارت الاخير بتاعنا كان فيه بس جزء انا فوتته صغير جدا في المحاضره. هي 1 سلايد كده وانا ماشي هي دي اللي انا بس هتكلم عنها. بص اما بيكون عندك فري بارت الناس اللي بتتكلم عشان الكيرف ده انا كذا واحد جه سالني قلت له هعيدها في الليكشر. اما بيكون عندك بارتكل في بوكس او في اي حاجه انت عارف ان الانرجي بتاعت البارتكل ركز معايا الانرجي جوه البوكس عندك بتطلع ايه بتساوي كونستنت معين فين؟ فين سكوير. وما تنساش هل البارتكل جوه البوكس يقدر ياخد اي قيم من مومنتم ولا مومنتم محدده؟ ليه مومنتم محدده؟ انت تعرف ان في علاقه ما بين اللندر ان اتش اوفر بي صح؟ يبقى لو انت مجبر على لندر بقيم معينه كانك مجبر على المومنتم بقيم معينه ده فعلا هو البوكس عندنا اي اول لندر لازم تبقى مقفوله هنا ومقفوله هنا معنى كده انك عندك لندا نفسها هي اللي بتساوي 2 ان يعني لندا نفسها بتساوي 2 ان لندا بتاعتك 2 تاني اول ليفل بعد كده اللي هو الفيرست ليفل يعني عندك لو دي ان 1 ده الجرام بنسميه ليفل هنا ان 2 بتطلع بالشكل ده ان 3 طول ما انت عندك لندا كوانتايز معنى كده انك عندك البي ايه كوانتايز. طيب يبقى اذا البارتكل اني بوكس ركزوا بقى دي مهمه جدا احنا عاوزين نتكلم عنها الانرجي بتاعته كوانتايزد والمومنتم بتاعته
كوانتايز. طب مقابل الفري الكترونز، الالكترون المنطلق عادي جدا، الالكترون المنطلق عادي انت بتقول ان الكينيتيك انرجي بتاعته هي نص ام بي سكوير، او ممكن تتكلم توصل لها ان الانرجي ممكن نقول كينيتيك انرجي او الانرجي برضه. افهموا الحته دي وفضل. اما بقول فري الكترون يعني بيتحرك بدون قيود، يبقى البوتنشال بكامل بزيرو، عشان كده بقول التوتال انرجي هي الكينيتيك انرجي. لو كلام عاوز تكتب الكلام ده بدلاله المومنتم بسيطه جدا، انت تقدر توصل ان اي يساوي بي سكوير على كام؟ 2. تعملناها كذا مره. لو انا طلبت منك انك ترسم ريليشن عاوز علاقه ما بين الانرجي هنا والمومنتم، الانرجي واضح ان دي علاقه هتبقى علاقه ايه؟ بارابولا. بارابولا مره فين؟ بالاوريجن ولا مره بالاوريجن؟ ده بتاعت الفري الكترونز هيبقى عندك بارابولا. طبعا الفيزيكال ميننج انه نيجاتيف وبوزيتيف، لان ممكن يكون بارتكل بيجري كده او بيجري الجهه الثانيه. ليه مومنتم سواء في اتجاه البوزيتيف او اتجاه النيجاتيف، لكن دايما ليه انرجي اللي هي بهذه الحاله. يبقى خلي بالك السؤال، هل الفري الكترونز الكيرف ده كوانتايزد ولا كونتينيوس؟ كونتينيوس. لكن تعالوا بقى لو انا عاوز العلاقه هنا جوه البوكس ده، هل الاي والبي ديسكريت ولا كونتينيوس؟ ديسكريت، اللي ليها قيم معينه عند ان بتساوي 1، يعني هتيجي عند ان بتساوي 1 تحسب الانرجي، وعند ان بتساوي 1 تحسب اللاندا، ومنها تجيب البي. لو عملت الكلام ده هتلاقي على الاي كيرف هنا يطلع لك ده مثلا اول انرجي ستيت للكونفاين، هنا تاني انرجي، هنا تالت انرجي، انت يبقى الفرق ما بين الفري الكترونز انه هيبقى كونتينيوس كيرف، الباوند الكترونز اللي موجود عندك ده بيبقى ديسكريت، يعني بتبقى فيه نقط مش انها ايه؟ كونتينيوس. طب السؤال، لو البوكس ده ركزوا ابتدى انه يكبر، لو كبر جدا البوكس ده كاني هتحول الى ايه؟ الى حاله ايه؟ الفري الكترون، صح ولا لا؟ مفيش كونفاين. يبقى معناها لو انت البوكس ده ابتدى يكبر هتلاقي النقط اللي كانت ديسكريت دي تبتدي تنزل جنب بعضها، وينزل اللي فوق واللي فوق كله كله كله، بحيث انه يبقى في النهايه هو نفس الكيرف الكونتينيوس ايه؟ كيرف اللي موجود عندك. دي السلايد اللي انا كنت كاتبها لك هنا وناس جم سالوا عليها، ايه الفرق اللي انت كنت حاطه او انت كنت عاوز بيه؟ انا كاتب لك هنا فعلا ده الفري الكترون باس اللي موجود عندك، العلاقه بين الاي والبي، العلاقات اللي انت جايبها من المحاضرات، واضح ان الانرجي كوانتايز والانرجي كوانتايز. هنا بقى باين جدا كل ما الال تكبر واضح ان الانرجي هيحصل لها ايه؟ ها؟ هتقل. يعني بصوا كده وفضل، ده اول ليفل. لو عندك ال كبرت الليفل ده هيبقى فين؟ هل هيبقى في مكانه ولا ينزل تحت؟ ينزل تحت، لانك لو كبرت ال قيمه الاي مالها؟ هتبتدي انها تقل. طيب برضو نفس الحكايه، ده كان الثاني ليفل. لو ال بتاعتك كبرت ايه اللي هيحصل؟ يعني وده انا قلته لك، قلت لك لو انت عندك ابتديت ال تروح لانفينيتي هتلاقي ان النقط دي كلها عماله تجري على الكيرف ده وتنزل ورا بعضها وترجع الى الكونتينيوس ايه؟ كيرف اللي كان موجود. دي هي بس السلايدز اللي هي انا فوتها المره اللي فاتت، قلت لكم عليها في الاول بس ما كملتش عليها. هنكمل بقى شغلنا النهارده عادي، وعاوزك بقى تركز شويه النهارده برضو الماثماتكس بتاعتها هيك، وعشان كده انا مش هطالب منك خطوات الرياضه بالكامل خالص. خطوات الرياضه بالكامل لحد منكم عاوز يشوفها مبعوثه لك في الكتاب اللي هو كونسبت اوف مودرن فيزكس، حل المعادلات انا هعملها بالديتيلز، انا ههتم بس هنا بالباوندري كونديشنز وازاي تحل الحل عندك بالكامل. هم في حدود 3 صفحات او 4 صفحات كتاب، ان هو بيعوض الايكويشنز كلها ببعضها. طبعا ده شغل تيديس لا يمكن انا هطلبه منك، انا في الامتحان بجيب لك فورمولا شيت، بس يهمني جدا بقى انك تعرف تستخدم الفاينل انسر ده في انك تفهم معنى التنلنج، اللي هي المحاضره بتاعت النهارده هي دي اخر فرد موجود عندك. انا الحين هعمل النهارده هنخلص التنلنج، بعد كده هحل لك اكزامبل اللي هو اخر مساله في سيت 3، دي تقريبا فيها كل الافكار الخاصه بيه ازاي تستخدم الباوندري كونديشنز. ماذا نتكلم كده عن امتحان 5 دقايق يبقى خلصت. بصوا خليك بقى معايا، انا بس عاوز اركز على حتت هنا مهمه جدا. بصوا المفضل انه كنتوا في ناس ما ذاكرتش الجزء ده، فبرضه ما زالت بتقع في يعني بعض الحاجات الماثيماتكس ما بتبقاش فاهمها جايه ازاي.
حاجة بس أفكرك بيها في الحلول بتاعة الشرودنجر إيكويشن قبل ما نبتدي. تعالى يعني. بصوا من فضلكم بقى عشان التو كيسز اللي هنشوفهم النهارده الحلول بتاعتهم ازاي. أول كيس خلي بالك عندك، أنت لما بتحط الشرودنجر إيكويشن في المنظر ده بيهمك جدا الألفا اللي موجودة هنا، هل هي ألفا أكبر من الواحد ولا ألفا أصغر من واحد؟ طبعا لو قلت الفا اكيد اكبر من واحد، يبقى الفا سكوير اكبر من واحد. لو قلت لك انك انت الفا سكوير نيجاتيف دي هتبقى حاجه ايه ثانيه. ليه بقى؟ ان بيفرق معاك لو سمحتوا خلي بالك، انتوا عندكم ميستيك كتيره جدا بتعملوها في الامتحان في المفهوم ده. لو انت عندك الفا اكبر من الزيرو، اسمع كلامي بفضل، الفا سكوير اكبر من الزيرو معنى كده ان الفا ريال نمبر ولا لا؟ ريال نمبر. يا اما الحل تاخده كده او كده. في بعض الناس بتعتقد ان الاي الثابت ده هو ده والبي هو ده، لا انت طبعا لما هتكتب اي بي اي اكسبوننشال بالبلس مره اكسبوننشال بالنيجاتيف انت عاوز تجيب قيم الكونستنت صح ولا لا؟ الكونستنت دول في الحاله دي انا مسميهم اي وبي. الحاله الثانيه يا اما انك انت بدل ما تستخدم الاكسبوننشال فورم استخدم الساين والكوزاين، بس ده مش معناه ابدا ان الكونستانت اي وبي دول هم الكونستانت اي وبي في الحاله الثانيه، انك انت عمرك ما هتستخدم الاثنين مع بعض، عشان كده انا كاتبها اي زائد بي، لكن مش معناها ان الاي هنا هي اللي هنا. لو هتبتدي تستخدم الفورمولا دي والفورمولا دي هتلاقي الاي والبي قيمهم مختلفه لو انت استخدمت الاثنين، لكن في النهايه الحل هيطلع واحد والرسمه واحده وكل حاجه. يبقى من فضلكم انا المره ناس عملت ايه؟ ناس جابت الاي والبي دول وبعد كده حبت تعمل تفاضل، فقالت لك انا التفاضل بالنسبه لي اسهل هي الاكسبوننشال ايه؟ 4. راحوا واخدين الاي والبي هم كانوا جابوهم من معادله الساين حاطينها انها معادله الايه؟ الاكسبوننشال. دي في منتهى الخطوره. انك هي مش كده، هو عندك كونستنت بس مش هي نفس البلد، وانتم ممكن تعملوها بسهوله جدا. فك دي، انت لو واحد منكم فك دي هيفكها ايه؟ مش ايه؟ زي ساين؟ جمع الترمات اللي فيها ساين والترمات اللي فيها ايه؟ كوزاين، هتعرف الكونستنت ده ايه علاقته بالكونستنت اللي تحت، لكن طبعا محدش فيك يعمل كده، انت وانت بتحل يا هتاخد ساين وكوزاين تبتدي بيها يا اما هتاخد الاكسبوننشال تبتدي بيها. طيب انا برضو هنا نقطة مهمة بس عشان الكيس اللي هنشوفها، ما تنسوش ان الفا في الحالة دي زي ما قلنا ريال وبوزيتيف. لو كانت الالفا دي نيجاتيف فاليو معناها ان الالفا هتبقى يعني الفا سكوير نيجاتيف، معنى كده ان الالفا نفسها imaginary، هتبقى عندك الحل هنا اللي هو exponential rise exponential decay او الشاين والايه؟ والكوشاين. طبعا انصحك ما تستخدمش الشاين والكوشاين اللي كنتوا استخدامكم في الشاين والكوشاين بتعك كتير، فانت اسهل دايما استخدم الاكسبوننشال ايه؟ 4. لكن الساين والكوزاين انت هتعرف، يعني لو انت لقيتني انا مديلك الانسر في الاخر انا بقول لك اثبته ولا حاجه في ساين كده، يبقى الطبيعي لو انت هتستخدم استخدم الساين، يعني انت برضه بتقدر تستميت. على فكره لو واحد منكم ابتدى باي حل منهم ولا وبعد خطوه واحده هيحس على طول ان الثاني هو هيبقى ايه؟ اسهل، فما تقلقش تختار ده ولا تختار ده انت حر. لكن عاده اذا كانت المسائل فيها هتفاضل بعض الحاجات الافضل تبتدي بالاكسبوننشال ايه؟ هنشوف دلوقتي، يعني هديكم اكزامبل يحل لك اثنين ويربط لك حته الريال والايماجينري في مساله اهي. دي وحده واحده بس دي السويس، يعني اما انت بتقول لي 2 ام على اي او على اتش دي ممكن تبقى نيجاتيف لا بس هيبقى في الانرجي. طب الانرجي ممكن تبقى نيجاتيف لا، لكن لو اي ماينس يو هنا طبعا صح. طبعا هي في الكيس انا بقول لك اذا كانت اي اكبر ولا يو دي مساله نص تمام، يعني دي لا يمكن وحاجه هيتلخبط فيها. انت هتبقى من اول ويل نون كويس قوي انت عندك الالفا دي ريال ولا ايمج خلاص. اوكي انا هوري لك حاجه، انا دي النقطه اللي انا هتكلم عليها دلوقتي على فكره. بصوا كده بقى من فضلكم، احنا استخدمنا الويل حلينا الكلام ده كله، بعد كده جينا في البوكس هو ده اللي انا بس ليه تعالى كمل البارت على اسف الستيب. بصوا من فضلكم هنا احنا كل بقى الكلام ده انت خلصته برضه هنا على الدينس والستيكس انا بركز مزاد الزاد دي ما تنسوهاش، الزاد اللي عندك دي انرجي بير يونت فوليوم بير يونت انرجي. ناس كتيره جدا ما بتاخدش بالها من الديفينيشن بتاع الزاد،
لو انت عاوز تجيب بير انرجي او بير فوليوم بس يبقى هتبتدي تعمل التكامل بالنسبه للانرجي. اوكي. الجزء بقى اللي احنا عاوزينه هنا، تعالى بقى ركز معايا عشان تفهمك. ده هو المهم. انت دلوقتي الكيس الاولانيه انا بقول لك حل ستيب. من الاول انا قايل لك الكيس ده. بص هنا. يبقى انا قايل لك من الاول ان الانرجي بتاعت البارتكل اعلى من اليو. كويس؟ يعني دي كيس واحد، ما انا قلت لك هحل تو كيس. كيس منهم هيبقى الانرجي بتاع البارتكل اعلى من الستيب اللي جاي يعدي، وممكن مره ثانيه هتبقى الانرجي بتاعت البارتكل اللي جاي دي اقل من الستيب. الفرق في ايه؟ بص كده يا معلم. انت دلوقتي هتحل ريجن واحد وريجن اثنين، ركزوا بس معايا هنا، ما تخلص ده هيدمر كل اللي احنا قلناه قبل كده. في ريجن 1 فكر كويس، البوتنشال انرجي هنا بزيرو، يبقى انت عندك الكي اللي انت بتتكلم عليها 2 ام اي على اتش بار سكوير. سؤال، هل دي ممكن تبقى نيجاتيف فاليو؟ يمكن، واضح جدا، الكيس دي بوزيتيف. عشان هنا عندك الالفا بوزيتيف او الكي بوزيتيف، الحل بتاعك بقى اكسبوننشال في الجهتين، تمام؟ معناها ان في انسيدنت ويف وريفلكتد ويف. طب تعالوا بقى في الريجن، في الكيس اللي احنا واخدينها دلوقتي، عشان الكيس اللي بعد كده مقلوبها على طول. انت عندك هنا الكيس ده هي برضه، تعالوا نشوف الكونستنت الموجود عندك. الكونستنت عندك ده ثابت طبعا، المفروض يمكن يبقى هنا اي ماينس يو، الاي ماينس يو في الكيس دي تبقى ايه؟ بوزيتيف. يبقى انت ما زال عندك هنا برضه الكي بوزيتيف كوانتي، يبقى الحل برضه هيبقى فيه ترانسميتد وفيه ريفليكشن او انسنت ويف وريفليكتد ويف. بس الحل اللي احنا اتفقنا عليه هنا، احنا هنهمل الريفليكتد ويف، ان مفيش سكند باوندري يعمل لك ريفليكشن. عشان كده هنا اتحولت المساله. يبقى انت لا يمكن في اي مساله هتلخبط اذا كانت هي ريال ولا ايماجن. تعالى بقى السؤال، الكيس اللي بعد كده. لو انا عاوزك تشوفها من هنا عشان اما اجي الحلول بعد كده ما تبقاش تبعت الحل جاي. طب لو الكيس دي هي هيها كده، بس قلت لك الانسيدنت بارتكل ده الانرجي بتاعته اكتر، زي مثلا عندي ستيب 5 الكترون فولت وانا الانرجي اللي جاي بيها 2. واضح طبعا ان التوتال انرجي من هنا هتبقى اقل من البارد، تمام؟ هل الحل في المنطقه دي يفرق في حاجه؟ ها؟ باشمهندس؟ الحل هنا يفرق في حاجه؟ ليه يا باشمهندس؟ المنطقه دي اليو بتاعتها كام؟ بزيرو. يبقى سواء الانرجي بتاعتك كبيره الانرجي بتاعتك قليله، هل البارت ده هيتغير في حاجه؟ لا. يبقى هنا هتفضل الكي بوزيتيف ولا هتفضل الكي ايه؟ بوزيتيف. يبقى الحل هيفضل دايما في المنطقه دي انسنت وايه؟ وريفلكتد. ما هو ده مش هيتغير خالص. انت هي هل المعادله دي قالت لك ان اي لازم تبقى فاليو معينه؟ لا، هي اي هيفرق في انهي كيس بقى؟ هنا. ليه بقى هنا؟ انك وانت بتحل هنا لو عندك اي اقل من يو المقدار ده اصبح ايه؟ نيجاتيف. هي دي بقى الكيس الوحيد اللي عندك. يبقى اذا الفرق الستيب بتاعت حضرتك اما بتبقى قليله يعني الانرجي اكبر منها، فقط ان هنا وهنا ويفز ترانسميتد. لكن اول بقى ما انت هتيجي في الكيس ده هي لو كان الانرجي اقل من اليو نود هيبقى في الحاله دي عندك كي 2 ده هي هتبقى في الحاله دي نيجاتيف ايه؟ فاليو. مع او لو طبعا هتاخد الجذر ساعتها هيبقى الجذر بتاعك ايمج. دي الكيس بقى اللي احنا هنتكلم عليها النهارده، هي بسيطه جدا. ايوه. انت بس اللي انت هتزيد هو حضرتك قلت ان انا نمبر بارتمنت مش مهندس ما تقطعنيش بقى يعني ما تجيليش في البارير تقول لي ارجع للثاني. انا دلوقتي بكمل على التوب سكتار لما اخلص الاربع حاجات مش مشكله، ما تقطعش في وسط شغل حاجه احنا عاوزين هجاوبها لك تاني بس برجع لك ليها ساعتها، انا هرجع لسلايد قد ايه والله. بص خلي بالك معايا يا باشمهندس، ادي الكيس بقى اللي احنا عاوزينها. المره دي الكيس اللي احنا عاوزينها هنا السوليوشن هو زي ما اتفقنا، السوليوشن فقط هيختلف فين؟ في الحته دي. لو انت هتبتدي تخلي بالك ادي الكي بتاعتك، انا كل اللي هعمله بس ان الكي ده هي هضربها في ماينس 1 وبعدين هكتبها بصيغه اي اس ار. ليه؟ بصوا كده، انت عندك الكي بتاعتك هنا، مش باشمهندسين خليكم معايا، ادي الكي بتاعتك
ادي جذر. الجذر دبل ماينس، كاني انا حولتها الى جذر ناقص واحد في جذر تاني. طبعا دي هتبقى بوزيتيف ساعتها ولا لا؟ دي هتبقى، عشان كده انا بكتبها صيغه ار جاما، وتفهم بقى ان الجاما بتاعتك دي تبقى بوزيتيف ايه؟ بقى. طيب السؤال هنا بقى، الحل في الريجن 2 هل هيبقى بروباجيتد ويف؟ انت عندك ايماجيني بارت صح ولا غلط؟ يبقى معناها هتتحول الى رايز و ديكي اللي هي الكيس رقم 2. ادي بقى ده اللي انا كاتبه لك. يبقى ريجن 2، ركزوا بقى الحته دي بقى مهمه جدا ان كنتوا بتغلطوا فيها وهوريك غلطه الامتحان السنه اللي فاتت. المساله بتاعت الامتحان كانت السنه اللي فاتت، يعني ممكن اقول لك ان تقريبا اللي جاوبها 20% من الطلبه، ما عدا هي كانت اللعبه كلها حته ان واحده تبقى ايماجيني واحده تبقى ريال، وتقالت لهم انا في المحاضره، لكن لما جم طبقوها في المسائل سابوها، ما عدا المساله عشان شكلهم خضها كده يعني شكل بارير غريب وبتاع. اما هتشوف الحلول، الحلول 15 ببساطه، وده اللي انا بنبهه لك من دلوقتي في الامتحان، انا لا يمكن هجيب لك ماثماتكس تاخد منك وقت طويل، لازم الماثماتكس اللي هجيبها لك هبقى عامل حسابي على الوقت محسوب. مش كده اقول لك يعني امانه كده في امتحان لو لقيتك بتكتب خطوه واحده خطوه واحده اكتر من 5 6 اسطر اعرف كده كده بتخرج في ان في حاجه ايه غلط. يعني مش هجيب لك ابدا حاجات فيها ماثماتكس ايه طويله، دايما ماثماتكس مينيمال. يعني انا الحقيقه برضو براعي حاجات معينه، يعني لو تعودت ان انا احط لك مسائل الماثماتكس هي اللي فيها تريكي ممكن جدا ساعتها الجزء بتاع الفيزيكس يضيع تماما. كل ما المعادلات تكبر وتبقى ضخمه جدا عمرك ما هتحس بالمعنى بتاع المعادلة. طيب نرجع هنا بقى لحته مهمه كده. ابسايف الريجون 2 مش هيبقى فيها الاي بقى خلاص، هتبقى بالشكل ده. سؤال بقى، لو واحد منكم شاف ابسايف بالمنظر ده، هل في ترم من دول لازم نهمله ولا وليه؟ اقروا بقى، بص كويس على الاكويشن. ايه صفات الابسايل اللي انت تعرفها؟ لازم ابسايل اند بوينتس بتاعتها تبقى بكام؟ بزيرو صح ولا لا؟ انك انت عندك لو ابسايل عماله تزيد مثلا بطريقه طرديه على طول، دي معناها انها توصل لايه بعد شويه؟ بعد مده طويله. انفينيتي صح ولا لا؟ هل انت ممكن تبقى الاريا اندر ذا كيرف انفينيتي، ولا انت عارف لازم الاريا اندر ذا كيرف تبقى بكام؟ بوان. عشان كده بقى لو واحد منكم بص هنا، الكيس دي خلي بالكم مش هي الكيس اللي هنتكلم عليها بعد، مفيش 10 دقايق. طب بصوا عشان تفهموا الفروق، الكيس اللي عندك اللي موجوده قدامك انت قايل لي ادي ستيب جايه كده، الوسط ده ممتد هنا اكس ده ممتد زي ما انا عاوز ولا لا نهايه، ادي الزيرو بتاعي كده. السوليوشن اللي موجود عندك ده بيقول لك ابسايد في الريجن ده هي ابسايد كاتبه لك انه بيساوي سي اي اس ناقص الفا اكس جاما اكس، وهنا زائد دي اي اس ناقص زائد جاما اكس. لو سمحتوا ركزوا بقى كويس قوي، الوسط ده على طول كده اما اجي ابص في مساله زي دي هروح اعمل الترم ليه؟ الكيرف ده الترم ده عباره عن رايزنج ايه؟ فانكشن صح ولا لا؟ ما لو واحد باصص بيه ده هيبتدي بيسي ويبتدي يديكي صح ولا لا؟ ده هيبتدي يسي ويبتدي او دي وابتدي رايت. هل انا ممكن تبقى عندي سوليوشن لابصار شكلها كده؟ ها؟ لا يمكن صح ولا لا؟ ليه في النهايه؟ بصوا فعلا ان انا عارف ان ده هيتنزل في الاخر لكام؟ لزيرو، لكن ده في اما اكس تبقى كبيره جدا هيتنزل ايه؟ انفينيتي. طب واحد بيقل خلاص هينعدم قيمته، لكن ده اللي هيبقى مؤثر. عشان كده مرفوض تماما ان السوليوشن يبقى فيه البارت ده، ان ده ضد الكاركترستكس بتاعت ابساي. ابساي لابد تبقى ديفاين فانكشن. عشان كده الحل الرياضي بيقول لك ان السوليوشن ممكن يبقى كده او كده. خلي بالكم الحلول الرياضيه دي كتيره جدا انت بترفضها بالكونسبت. يعني زي واحد عنده معادله تربيع في التايم يجي يحلها يقول لك التايم ممكن يبقى 3 وناقص 5، في مفهوم للتايم ناقص 5؟ لا. يعني ايه ناقص 5؟ انت الاكشن عندك بيتم، مفيش حاجه ابدا مفهوم انك تقول لي تايم بالنيجاتيف. الجنرال سوليوشن لاي ديفرنشال ايكويشن ده وده، لكن فيزيكالي بقى في الكيس بتاعتنا هل ده ممكن يبقى فيزيكال سوليوشن؟ لا. يبقى انت هتهمل ده من الايه؟ من الاول. خلي بالكم بقى الغلطه دي بتقعوا فيها جامد جدا. ازاي؟
افرضوا الاستيب دي خليتها لكم كده، ما ده بقى الامتحان التريكي بتاعت الامتحان نفسه. لو خليت لك الاستيب كده ادي اكس كده الفوسبر بتاعها ادي دي، في الحاله دي بقى هترفض انهي حل؟ خلي بالكوا بقى، بصوا لو الاستيب محطوط بالشكل ده كل النقط بتاعت الاكس هنا نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف. طيب لو انت جيت عوض دي نيجاتيف صح؟ هتقلب لك دي لايه؟ لبوزيتيف، لكن دي هي اللي هتبقى نيجاتيف فاليو. في الحاله دي لازم تهمل البارت ده، يبقى انت بتهمل البارت ده طرقا لشكل الكوردينيت اللي موجود عندك. واحد تاني مش قال، خليك معايا يا باشا. انت ما فيش عندك حاجه اسمها ابسايبي انفينيتي صح ولا غلط؟ اللي بس مش فاهمها ركز، انت فاهمها؟ لا اللي قدامك. ايوه باشمهندس انت. هنا باين انت عندك اكس، هنا انت اكس فاليو بتاعتك كلها اللي هتتعوض في البارت دي بوزيتيف، اما اكس هتبقى بوزيتيف دايما فاليو هنا وهنا، هتلاقي دي بتكي لك هتلاقي دي اللي بترايز. لكن لو انا خدت شكل الاستيب بالمنظر ده فاكر، كل الاكس فاليو اللي هتعوض بيه هنا هتبقى ايه؟ نيجاتيف. يبقى في الحاله ده هي انت في السوليوشن من الاول هتقبل ده هي وهترفض الثانيه، ان الثانيه دي معناها ان انا لو وصلت المسافه طويله في الوسط ده هلاقي ان قيمه الاوساي بتاعتي تندس تو انفينيتي. بتعرف حاجه؟ اوكي خلاص واضح دي؟ ايوه. هو ليه اصلا الوسط مش هي كونتينوس؟ ممكن تبقى عندك اكس ايكوال زيرو اوساي ده كويس. انا ما قلتلكش ان انت ما عندك اكس ايكوال زيرو هتساوي سي صح؟ وحتى وحتى الثانيه حتى انا لو اخدت الترم ده لو عندك اكس تساوي زيرو يا اما ده هيبقى سي يا اما ده يبقى الايه؟ دي طب هي ما انت هتاخدها من السوليوشن هيديك كده، ما دي بقى هتبقى كونتينيوس مع اللي هيكون في الفرد ده. ما انت هتشوف دلوقتي المساله، انت مش انت بتقول الشكل المرفوض ايه الاول، لكن انك تجيب السي ودي هوري لك ازاي هتجيبها. ما انت هترفض واحده منهم، انك لو الدي دي موجوده والاكس بتاعتك توغلت جوه في الوسط ده دي هتوصل لكام؟ دي الرايزنج هيوصل لكام هنا؟ هنا والجهه الثانيه يبقى ده هيوصل لانفينيتي، يبقى برضه مش هيبقى حل. ما انا برفض ان الابساي في اي ريجون توصل الى انفينيتي، يعني انا لو الحل هنا او الحل هنا لازم في الاخر ابساي عند الاند لا يمكن تبقى انفينيتي. خلاص؟ اوكي. حوالي لك ما انا هدي لك سولفد اكزامبل، انا بوريها لك بس في الاول وبعدين هحل معاك مساله تجيب لك كل الكلام ده. وهوري لك قد ايه بقى كانت الاجابات لو واحد كان فاهم السؤال بتاع اخر السنه. الناس اللي هي سابته 80% من الطلبه التايم بتاع اجابته يمكن اقل من اي سؤال اخر. لو واحد بس منكم كان بص على المعادلات حاجه بقى. يعني بعد ما انا نبهتها لك هنا، ما عدا انا نبهتها لهم برضه السنه اللي فاتت مفيش فايده، نبهتها لهم ودخلوا في الامتحان عشان هي ما شافوهاش قبل كده راح سايبها. بطل الحكايه دي هي ان انا مش بجيب لك مسائل صعبه لكن ما بكررش المسائل، بغير المسائل لكن بتبقى الافكار نفسها والحاجه نفسها مش محفوظه. بص بقى دلوقتي الكيس اللي احنا هناخدها دي تعالى ندرسها بقى كويس ونشوف هنحط الباوندري ازاي. السوليوشن هنا مش هكمله معاك برضو لغايه الاخر، بس انا هحط الباوندري كونديشن وبعدين نتناقش على بعض. خليك بس معايا هنا مش خليك معايا يا ابني كتير الكلام دلوقتي انت بتتكلم مش هتسمعني. بص دلوقتي ركز بقى معايا، الحل اللي انت هتتوقعه ان الحل اللي هنا هارمونيك ولا في الريجون الاولاني. دلوقتي تعالى هنا انت اتفقنا هنا الحل في المنطقه دي في انسنت ويف وايه؟ دايركتيف ويف، معناها انها هارمونيك انها ويف. الحل اول ما هيخش هنا لازم هيبقى ديكي ايه؟ فانكشن. عشان كده حضرتك بقى ادي السوليوشن اللي موجود عندك. يبقى المنطقه الاولانيه هارمونيك ويف ويب انسنت وريفلكتد، لكن اول ما البارت هيخش جوه هيبتدي يحصل له ايه؟ ديكي. بعض الناس بقى هنا الحقيقه بتقف تقول لي انت بتتكلم على بارتكل ديكي، ما هو بارتكل ديكي يعني ايه؟ انه يختفي ولا لا؟ طب هل تتوقع ان السوليوشن احنا ممكن نخفي الالكترون؟ فكروا دي تبقى معانا يرجع تاني. هي اجابه صحيحه بس انا مش مقتنع بيها، لكن ده برضه هتقول ايه اللي هيرجعه؟ ماشي بصراحة حاجة تانية. ماشي هي صح اللي أنت جبتها صح. يا جماعة بص أنت دلوقتي السوليوشن بتقول لي هنا انسنت ويف وريفلكتد الحل وين؟ بتقول لي الحل في الريجون الثاني إيه؟ ديكي. طب أسألكم سؤال،
هل لو واحد دخل الوسط التاني ده هيلاقي اي نوع من الكرنت؟ يعني هنا لو واحد وقف هنا وعاوز يقيس كرنت يلاقي كرنت ولا يلاقي كرنت في بارتكل بيتحرك، لكن هنا لو واحد هنا في وسط ده وقاس الكرنت هل يلاقي كرنت؟ يعني دلوقتي بص فاهم الحته هي انا عارف الحته دي بقى فعلا من يعني صعبه شويه في الكوانتم ميكانكس مش سهل. اما واحد يبص الكيرف زي ده كون ان ابساي ليها فاليو هنا ركزوا معناها ان في بارتكل ولا مفيش. طيب واضح ان البارتكل ده عمال يعني الفيزيكال مينينج بتاع الميتال. الحاجه الثانيه ادت كرنت ولا ما ادتش كرنت؟ كرنتين كرنتين الكرنزي. انا هفهمك ليه دلوقتي بس انا بقول لك كرنزي. عاوز تعرف عاوز تجربها مثلا انت مش هتعرف الجين. خد الجين هي الكرنت ديليت اللي احنا عملناها طبقها على الايكويشن دي هتدي لك الكرنت. الفكره بقى عشان تفهموها دي عارف. انا عارف ان الفيزيكال مينينج بتاعها نوت سو ايزي. انا عارف ما في حاجات يا جماعه كل حاجه ليها معناها وانا يعني في حاجات ما تجيش على في دماغك. بص عشان تفهم الكلام ده معناه ايه. هنا انت عندك ادي الستيب البارتكل اللي جايه دي في بعضها عند السيرفس هيخش ونفترض ان هيبنتريت. يعني انت منزل 1000 هنا مثلا بارتكل هيرتد شويه وهينزل شويه. الانزل اللي هيخش جوه ده هيمشي ازاي؟ بص افترض ان دخل 10 يبقى انت المفروض تقول على طول خلاص كون ان دخل 10 انا لازم الاقي ايه كرنت على طول. هقول لك بص اللي هيحصل ايه. ال 10 دول بيديكي ده ازاي؟ ان بعد فتره هتلاقي واحد ارتد ورجع، يبقى اللي كمل كده كام؟ 9. بعد شويه هتلاقي واحد ارتد ورجع، اللي كمل كده كام؟ 8. بعدين واحد ارتد ورجع، اللي كمل كده كام؟ 7. حلو. يبقى في بنتريتد ولا لا؟ في. بس في ايه؟ بيرفلكت. لو انت بصيت بقى ان واحد ريفلكت من هنا وواحد ريفلكت من هنا، لو جيت طلبت هنا التوتال كارب هتلاقي في 10 يعني بيبنتريت، لكن في ايه تاني؟ في 10 راجعين. هل هم راجعين كلهم من نفس النقطه ولا من نقط مختلفه؟ من نقط مختلفه. عشان كده انت لو بتبص على التوتال كرنت ما زي هنا انت مقتنع هنا ان التوتال كرنت يبقى بكام؟ بزيرو صح ولا لا؟ هنا خلاص البارتكل كلها دي كيد ومفيش حاجه هنا صح ولا لا؟ يبقى انت مقتنع هنا البارتكل بتساوي صفر. هي الفكره كلها ليه البارتكل يعني انا لو حطيت جهازي قيس هنا الكرنت مش هيلاقي. هو الحقيقه الفرق بين الكيسز دي والكيسز اللي فاتت ايه؟ افهم عشان برضه تفهم الارتداد ده بيجي ليه. الكيس اللي فات انت عندك البارتكل لو عدت الانرجي بتاعتها اعلى من البارير ولا يبقى هو لما يجي يعدي هنا هيروح فاخد جزء من الانرجي لكن الباقي كافي انه يكمل جوه. هنا الكيس دي لا ده هو اول ما بيجي حتى يبنتريت طول ما هو بيمشي جوه الويل الانرجي بتاعت الويل ماله اكبر منه عماله تلوز كميه من الانرجي او بمعنى صح ان بيبقى فيك زي ريتاردنج فيلد بيطردوا ويرجعوا الى المكان اللي هو اقل انرجي اللي هو الريجن الاولاني. ده السبب ان بيبقى فيه عمليه الريفليكشن ده. عشان كده فعلا هنا التوتال كرنت بتاعك بكام؟ بزيد. طب هتيجي تقول لي الحاله دي يعني بندرسها دي؟ هقول لك بقى السبب ان احنا بندرسها عشان بس تبقى فاهم. تخيل الريجن الثاني ده هي انا كنت مديها لك الديستنس بتاعها ممتد الى ما لا نهايه ولا لا؟ طب افرضوا بقى لو الديستنس بتاعت المنطقه دي بقت صغيره جدا كده ايه اللي يحصل؟ يبقى في هنا هيخش صح ولا لا؟ وبعدين هنا يحصل له دي. لو انت بقى سمك المنطقه الثانيه دي كان صغير جدا يبقى هيبتدي يحصل ايه من هنا؟ تانلينج او ان هو يخرج بقى الجهه الثانيه. دي الكيسز بقى اللي احنا بنشوفها في الالكترونيك ديفايسز. الكترونيك ديفايسز بيبقى عندك ثين لاير جدا من السيليكون مثلا في فرق جهد انت حاطه فرق الجهد ده بيدي الالكترون انرجي لكن الحقيقه الانرجي اقل من الباري لكن بيقدر يعدي. هو بيعدي ازاي بقى؟ هو فعلا بيبنتري جوه هنا في عمليه انه يرتد لكن لو دي سمكها صغير جدا هيبتدي يحصل انه ايه؟ لو وصل هنا عند الاند الثاني يقدر يخرج الوسط الثاني ما فيهوش مقاومه بس لو خلص هيبتدي ايه؟ يكمل اوتسايد ما يحصلوش ديكي مره ثانيه. يبقى سؤال بقى مفضل عشان تظهر ظاهره التانل لازم البري اللي عديه يكون الويتس بتاعه ايه بقى؟ صغير جدا. هي دي بقى النقط اللي كانتش مفهومه زمان. ايام الديفايسز اما كانت ضخمه جدا والترانزستور بالمايكرو اند سو اون كنا عمرنا ما نشوف ظاهره التانل.
ان دايما كان الويتس جامد جدا يوصلك لحاله الديكي. اما دخلنا في النانو سكيل والترانزستور ابتدت تنزل للنانو رينج، اصبحت الحاجات اللي بتعديها الالكترون السمك بتاعها صغير جدا. عشان كده التانل دايرز والحاجات دي هي لازم تكون الاسماك بتاعت اللاير اللي بتعديها الالكترون فيري ثين لاير. ده بس عشان تبقوا انتوا فاهمين الفرق. الحقيقه هو الانترست طبعا، هل تفتكروا ان الاستيب دي انترست بالنسبه لنا في حاجه؟ يعني الكيس اللي احنا درسناها لو كان دي ممتده دي ليها اي قيمه؟ لا، ليه؟ ان ده معناه هيديكي وهنلاقي الكرنت في الاخر بكام؟ بزيرو. لكن هي قيمه الانترست بقى الحقيقيه هي اما يكون عندك بارير بس السمك بتاعه ايه؟ صغير. هنا هيبقى فيه فعلا ترانسميتد وريفلكتد، جوه الميديم دي هيبقى فيها ديكي، لكن الميديم الثاني هيبقى فيها ترانسميتد. طب هل الميديم الثاني هيبقى ترانسميتد وريفلكتد ولا ترانسميتد بس؟ الثالثه دي ترانسميتد، ان لو عدى هنا مفيش اي حاجه تبتدي انها ايه؟ ترجعه مره. يعني لو كنت فهمتوا البارت ده هو ده الغرض من كورس كله بتاع التانلنج اللي موجود. دي واحده كمل جزء وبعدين هخليك تستني بقى انت. بس قبل كده في شويه حاجات عشان الكلام ده يبقى واضح. يا ترى السمك ده في حدود قد ايه؟ ما ده برضه اصل في ناس تفتكر مثلا السمك ده يبقى مايكرو. لا، ده الاسنان دي اللي انت هتشوفها هتبقى اقل من النانومتر. يعني الرينجات دي رينجات قليله جدا. فتعالوا مع بعض بس نمسك الاكزامبل ده ونشوفه سوا وبعدين اوري لك انا. طب انت متخيل برضه ما هو هي المشكله فين؟ الناس تيجي تقول ليه مثلا من 7-8 سنين احنا ما كناش مهتمين قوي بالظواهر دي؟ ان كان صناعه الترانزستور في رينج اكبر من الرينجات دي. النهارده كل التكنولوجي اللي موجوده في حدود 22 نانومتر 7 نانومتر، الستيب اللي جايه هتبقى 5 نانومتر. فطبعا انت لما بتتكلم بقى على النانومتر في الرينجز اللي هي كل الظواهر زي الفينومينا بتاعت التانلنج هي المور دومينيت، هي الاكثر. يعني التيار تلاقيه بيعدي بالتانلنج اكتر ما هو بيعدي بفكره ان هو الكوندكشن اللي انت كنت بتدرسها قبل كده. بالعكس هتفهم ان الكلام بتاع الكوندكشن انت بتدرسته ده كله غلط تماما لما ننزل على الرينج الصغير. يعني كل الفينومينا، يعني انتوا دايما دارسين الكتريك فيلد بيزق تشارج وبيحركه، هتلاقي الكلام ده عمره ما يتحس بيه في النانو سكيل ترانزستور. كل الظواهر دي هي اللي بتتحكم على الشغل بتاعك. لكن فكره الكرنت انه بيدريفت وانه بيتزق والكلام ده في البارتكلز الكبيره اللي فيها سكاترنج اند سو. لكن هنا كلها بتتحول الى الظواهر اللي هي الخاصه بالنانو سكيل فينومينا او التانلنج فينومينا. طيب بص من فضلك معايا بس هنا حتتين بس يهموني جدا. لو انت ايه الفرق ما بين دي وبين دي لو سمحت؟ افتكر بين دي بس عشان الكلام ده نشوفه ونفهمه. دلوقتي انت بتقول ان طبقا للالفا دي بيحصل الديكي. يعني لو الالفا دي كبيره قوي الديكي يبقى ايه؟ صغير ولا سريع؟ سريع جدا يا جماعه كده دي ينقص. لو جبت لك حاجه زي كده قلت لك عندي واي مثلا مثال 10 اي اس ناقص 10 اكس وعندي واي بيساوي 10 اي اس ناقص 1 اكس، مين فيهم الديكي السريع؟ انك انت عندك هتبقى كده. لو انت جيت ترسم انت بتقول ان تقريبا 63% بيفقدوا بان اكس تساوي 1 هنا على كام؟ على 10. هنا 63% هيفقدوا في اكس بيساوي كام؟ 1. طيب معنى كده ايه؟ انك انت لو بادي هنا ب 10 الاولانيه دي هتنزل كده بحيث ان تقريبا عند 1 على 10 اللي هي 0.1 يعني عند 1 على 10 دي اللي هي 0.1. عند 0.1 انا فقدتهم كلهم هلاقيهم دول مثلا اصبحوا تقريبا 3.7 بارت مثلا. الثانيه ده هي هلاقيها كده هلاقيها عند 10 وصلت الى الفاليو اللي موجود عندك. يبقى خلي بالك كل ما كان الترم اللي هنا كبير كل ما كان عمليه الديكي ايه؟ اسرع. طب ما هي دي واضحه جدا. الديكي هنا بقى بصوا هنا دي معناها ايه عشان بس تفهم. تعالى شوف الجمل اللي انت كنت حاططها هنا دي عباره عن ايه؟ لو رجعنا بالسلايدز اللي قبل كده ادي الجمل. كل ما واضح بقى ان اليو كل ما البارير ده يبقى اكبر كل ما عمليه الديكي طبعا ايه؟ اسرع. يبقى سؤال لو سالت واحد منكم عشان يحصل تانلنج هل فقط لازم الويتس يبقى قليل ولا لازم كمان البارير يبقى ايه معقول؟ ها؟
طبعا كل ما تكبر البارير كل ما تقدرش انك انت تعدي، كل ما تزود الويتس بتاع البارير ما تقدرش انك انت تعدي. يعني انت بتبص دايما ايه الحاجه اللي بتزود لك الجامب. واضح ان كل ما يو انت عندك هنا ما تنسوش ادي يو اهي، دي اليو ودي الاي، كل ما كان الفرق ده هو الفرق ما بين اليو نوت والاي. كل ما الفرق ده كبر كل ما طبعا عمليه التانلنج اصعب واصعب، ان يعني كل ما الده هيكبر كل ما الالفا بتاعك هتكبر كل ما هيبقى الديكي اصعب. لو الناس مش قادره تشوف الكلام ده تعالى هديها لك باكزامبل تبتدي تشوفها ببعض. بص بقى معايا هنا، بص ده حاجه هنا بقى بالحسابات عشان تبص عليها وتشوف بقى قيم قد ايه التانلنج ده محتاج تبقى. انا مدي لك اكزامبل هنا باشمهندس خليك بركه معايا، المساله هي اللي هتقول لك هتستخدم ايه. اقرا المساله دي كويس جدا. البارتكل اللي نازل هنا اللي بتاعته كام؟ 2. بيعدي بارير قد ايه؟ 10. كده وضحت على طول انا عندي اي اقل من اليو، يبقى انت ما عندكش هنا بقى ترانسميشن وريفليكشن، لا انت عندك هنا دي كي ايه؟ فانكشن. خلاص انت عندك البارير اعلى من الانرجي اللي موجوده. بسيطه جدا، انت من الحسابات بتاعتك ادي الجاما تقدر تحسب الجاما. انت تعرف كويس جدا ان البنتريشن المكان اللي انت هتخترقه جوه ده بيتناسب مع واحد على الجاما. انت حسبت الجاما تقدر تحسب الايه؟ الاكس. بص الاكس بقى اللي تقريبا 63% من البارتكل هتختفي فيها طلعت كام؟ 0.78 انسر. متخيل؟ يعني السمك اللي 73% من البارتكل هتكي 0.7 من الانس، اقل من واحد انس. انت متخيل بقى حاجات هنا؟ عشان كده بنقول ان التانلنج فينومينا خطيره جدا لو حاجات صغيره، طبعا لو حاجات كبيره مفيش اي معنى لكلمه الايه؟ تانلنج، هيبقى على طول انت عندك الكارير لمبه. كده دي كده البارت اللي احنا اخدناه ده هبتدي بقى اسمع صديقكم بس ركز. ما في ثلاث حاجات هنا عاوزينها. اول ما تبص على مساله يهمك جدا انك تشوف الانرجي اكبر ولا اقل من البارير اللي انت هتعدي. ده هيحكم لك على حاجتين، انت هتستخدم الابصار ترانسميتد وريفليكتد ولا ديكيد فانكشن. بعد كده بقى الستيب اللي بعد كده ازاي انك انت سواء دي او دي تستخدم الباوندري كونديشن عشان توجد الكونست. مثال مثلا لحاجه زي كده تعالوا اوريكم الحلول. فاكرين الويل ده؟ انت درسته قبل كده كان الجدار ده ارتفاعه كام؟ انفينيتي. طب لو قلت لك ان الجدار ده ما اصبحش انفينيتي بقى له فاليو، معنى كده ان الالكترون جوه ده يقدر يبنتريت هنا ولا وهنا؟ يبنتريت الجهه الثانيه. بس سؤال، هل اما يبنتريت هنا يمشي بروباجيشن ويف ولا ديكيت فانكشن؟ ديكيت فانكشن طبعا، لان داخل في ريجن الانرجي بتاعته اعلى. يبقى انت ممكن تتوقع ان الحلول بتاعتك تبقى صح ولا لا؟ ادي الحل الاولاني اللي انت كنت بتاخده. انت فاكرين الحل الاولاني اللي كنت بتاخده كنت بتنزل هنا عن الجناب بكام؟ بزيرو. دلوقتي اصبح فيها نوع من البنتريشن عشان كده يقدر. طبعا دي الابسايد دي الابسايد سكوير عشان بس الناس ما تتخضش، يعني ده شكل الابسايد فانكشن، هنا ده الابسايد سكوير، عشان كده بتلاقي فعلا الابسايد سكوير باين فيها الايه؟ الاكسبوننشال. برضه الليفل الثاني انت كنت الاول بيبقى الاند هنا، لا هنا هتلاقي هنا في ديكيت وفي ديكيت موجود فين؟ كده. حاجتين بس عاوز انبهكم ليهم هنا وانتم بتكتبوا الايكويشن. لو واحد منكم جاي يكتب الايكويشن دي المفروض هنا عندي كام ريجن اكتب فيه الايكويشن؟ ثلاثة. استراحة كويس بقى. اللي جوه هيبقى ترانسميتد وايه؟ ريفليكتد، لان اليو بكام؟ بزيرو. طيب يبقى دي اهي المعادلة رقم اثنين دي اللي انت حليتوها قبل كده ولا اللي هي كان فيها اي والالفا اكس واي الفا اكس كويس، يبقى دي ترانسميتد. لكن تعالوا الريجن دي والريجن دي هيبقى ديكيد ايه؟ فانكشن. بس خلي بالكم بقى لو واحد ركز، واحده هتبقى اي اس الفا اكس، الثانيه هتبقى ايه؟ اي اس ناقص الفا اكس او اي اس ناقص جاما اكس. ليه؟ لانك انت عندك كده اكس بوزيتيف، لكن في الرينج ده الاكس بتاعتك ايه؟ نيجاتيف. فهي مهمه جدا تخلي بالكم من السوليوشن هنا. دلوقتي كده البارت ده بالكامل ابتديت ان انا اوضح لك ازاي هتتعمل. هناخد ظاهرة التانلينج وبعد كده هرجع حل معاك وان سولفد اكزامبل بس اللي هو الاخير. كافي جدا انه يلملك كل الكيس دي في تقريبا مسألة واحدة. تمام؟ فهنشوفها.
انتوا معاكم سيت 3 ولا خلي سيت 3 معاكم لو حتى الناس معاش، بس تبقى شير ده حتى من كذا واحده. انا عاوزك تبقى تبص على الفكرة، انا هرسمه لك بس عشان تتعود تقرا الكلام، لان كنتوا ما بتقروا الكلام كتير جدا، ان انتوا ما بيفهمش ايه المطلوب. فعاوز طيب دلوقتي لو حد منكم عنده بارت من الاسئله جيد، فقط الجزء مش الطن، الطن لسه هنتكلم. لو كان بارت ايه؟ انت التانية مفيش لينس، هنا مفيش لينس، ان ده ممتد الى ملا نعم، يبقى الكنترولنج الوحيد هو مين؟ الانرجي. هي الانرجي. اتفضل ركز. الستيب برضو عشان يا جماعه انتوا في مشكله في الدسكشن لما بتيجي تعملوها. انت بعض الحاجات بتحاول تقنع اللي قدامك انك صح، مش تسمع راي اللي قدامك. فلو سمعت دي في منتهى الخطوره، يعني انا يجي لي ناس كتير قوي المكتب يقول لي السوليوشن ده هو غلط، فاجي اناقشه فيه لا هو عاوز يثبت لي انه صح. طب يا ابني ما هو لو صح انت جاي لي ليه؟ ما هو برضو دي حته خطيره جدا. فمن فضلكم ميزوا الكيسز كويس. دلوقتي الستيب اللي موجوده عندي يا حضرتك عشان هنا تتفهم. الستيب اللي هي بالشكل ده الريجن ده ممتد الى ما لا نهايه ولا لا؟ يبقى هل ال بتاعت الوسط ده ليه اي معنى؟ لا. يبقى هنا انا باجي اقول ان طبيعي لو بنتريت حاجه وهتنزل كل ما كان البارير ده اعلى كل ما الديكي ده ايه؟ اصغر. خلاص واضحه دي؟ انك حتى انت عندك كده ادي جار نفسها عباره عن كونستانت مضروب تحت الجذر هنا يو ماينس اي. خلاص؟ واضح جدا ان كل ما الاي دي اليو دي تزيد كل ما لازم الديكي بتاعك يبقى اصغر. خلاص؟ يبقى دي كيس. هل هنا ال دي داخله في اي اعتبار؟ لا طبعا. ان انا هنا ما بتكلمش على تانلنج، انا هنا بتكلم على وان ستيب. طيب تعالوا بقى اما نتكلم على ظاهره التانل. معنى كده ان ده مش هيبقى ممتد الى ما لا نهايه، ده هيبقى محدد اهو. ادي زيرو ودي ادي. ركز بقى كويس. هنا عدد الكارير اللي تخرج هنا ديبند على كام حاجه؟ على اثنين، صح ولا لا؟ بكل تاكيد كل ما ده يكبر برضو عدد اللي هيخش هنا اقل ولا لا؟ يبقى اكيد اللي هيوصل هنا اقل. طيب في نفس الوقت افرض انا دخلت عدد معين، كل ما انت كبرت ال ايه اللي هيحصل؟ حلو. يبقى هنا في كم فاريبل؟ اثنين. فهمت؟ اوكي. عشان كده انا عمال اقول لك في فرق بين الكيس اللي فيها ال واللي ما فيهاش ال. انت مصمم ده، انت مصمم مش عاوز تبص لها كده، انت مصمم تبص لها من جهه اليوم. هي اليوم موجوده موجوده معاك، لكن الثاني ما ياخدش عنصر انك حتى لو دخل عدد لو ده وسع قوي هيديكي جوه البارير وهتموت ومش هتخرج الجهه الثانيه. خلاص واضح دلوقتي؟ ايوه واضح. واضح بتقول ايه؟ هما جايين هنا؟ اه. واحد ايه؟ ما هو لا اللي هيحصل بص يا باشمهندس هم كلهم بيبنتريتوا في الاول سليم. ده زي ظاهره اللايت عشان بس تبقى فاهمها. انت بيبقى الازازه عندك بتعدي اللايت ولا لكن جزء ماله بيرتد. هل بتقدر تقول ليه الفوت المعين ارتد؟ هي فينومين انك انت وانت داخل بارت بيرتد، بس انهي فوت بالظبط اللي بيرتد؟ انهي بارتكل اللي بيرتد؟ انا عندي احصائيه ليهم ان العدد بتاعهم ككل اعرف. انا اللي بفهمك هنا ايه اللي بيحصل جوه هنا. هو بيحاولوا يعملوا انتربريتيشن انك تجد ابساي فانكشن لكن ما تجدش كارت. هي معناها ايه؟ برضه عشان تبقى فاهم انا امتى في دايره كهربائيه؟ يعني عشان اديك مثال، انت لو عندك دايره كده وفيها ريزيستنس وريزيستنس ثانيه وريزيستنس ثالثه وبعدين رحت عامل اوبن سيركت، ركز. هل التيار هيمر لغايه هنا وبعدين يجي اتفتح يروح راجع وواقف ولا هو مش هيخرج من اساسه؟ رد عليا. مش هيخرج من اساسه. برضه نفس الحكايه اتفضل. انت هنا بتعمل انتربريتيشن للي بيحصل ان المنطقه ده هي هتسبب للبارتكل انها تخش وايه وترتد. تخش وترتد لينا كل ما بتخش بتلوز انرجي في ريتاردنج فيلد، يعني معناه ان في حاجه عكسيه هي اللي بتاخد الانرجي ده هي.
دي بتعمل لك انها تعمل لها ريبرشن ترجعها مره ثانيه. يبقى التوتال بتاعك ده خلي بالك افكتفلي هي بالظبط عامله زي الفتحه دي ولا لا؟ يبقى مين الاول هتلاقي التوتال كارنت هنا بكام؟ بزيرو. فاهمني؟ بس ده مش معناه بقى انك انت ما بتيجي تحل كوانتم ميكانيكلي بتجد ان مفيش ابساي، تحتاج ابساي وفي نوع من الريفليكشن. التوتال بتاعتهم لما تيجي تحسبها بقى بالكرنت زي جي تفاضلات وكده هتلاقي الجزء ده يدي لك كام؟ زيرو. لا هي غاية تقريبا اللي هي واحد على الجمر اللي هي الدبس اللي احنا قلناه، يعني هو ده الدبس تقريبا اللي الريتاردنج فيه ده هياثر على الكاري يروح ايه؟ تقريبا مرجعها لك كومبليتلي. خلاص؟ اوكي. خليكم بقى معايا. سؤالك انت يا باشمهندس. نعم؟ ما هو دلوقتي انا الفكره كلها ايه بقى؟ لو كنت جيت حليت لك الثلاثه ريجو ما كنتش هتفهم الديكي بيحصل ليه. تمام؟ لكن دلوقتي انا مقسمتها لك مره ستيب كده خليتك تحل كام ريجون؟ اثنين في الاول، وبعدين هقلبها لك الى ثلاثه، هتبقى انت فاهم ايه اللي بيحصل في كل ريجون، لكن انا لو كنت اديتها لك من الاول كنت هتقول لي ليه في النص ما قابلت الحلول، وخصوصا دلوقتي هتشوف بقى مشكله ما كانتش باينه لك الاول، هتبان لك حالك. لا بس ده برضه مش بتعدي، انت عشان تدرس ايه اللي بيحصل لو عندك ستيب فيها انرجي اقل من الانرجي، الانرجي بتاعتك انت اقل من اللي انت بتعدي منه. يعني انت بتدرسها دي عشان تفهم الستيب دي بتعديها ليه. عشان تفهم لو انت عندك انرجي اكبر بتبقى بروباجيتد ويف، لو عندك انرجي اقل هي ديكي دي ايه؟ فانكشن، مش بروباجيشن، يعني مش معناه ان الكرنت هيستمر ماشي الى ما لا نهايه، دي بتبتدي تفهم الفرق لو عديت ريجون اكبر انا منه ولا ريجون انا اقل منه. اللي بقى ان الكلاسيكال فيزيكس في الاول خالص كانت بترفض لك، بترفض لك ايه؟ لو انت عندك انرجي اقل كانت دايما تقول لك البنتريشن جوه بكام؟ بزيرو. لو مشيت بقى بالكونسيبت ده لسه في دماغك حتى لو عملت الستيب دي صغيره هتفسر هنا في كرنت؟ لا. فهمتها بقى ليه؟ هي هنا بقى الفرق بين الكوانتم والكلاسيكال. عشان كده انا بديت معاك هنا، بديت فهمتك ان الاول في احتمال للبنتريشن بس نتيجة ان لو دي ممتدة للنهاية مش هيعدي، ده دايما هيرجع مرة تانية. لكن هنا بقى لو في ريجون صغيرة هتبتدي تجد هنا بارتك الجهة التانية، وده اللي زي النتائج المعملية لكل الظواهر بتاعة التنلج اللي احنا بنشوفها في الدراسة. فاهم؟ فهي عشان تاخدها على 2 ستيب ما تاخدهاش على 1 ستيب. طيب الكلام ده بقى هيبان لك هنا، ادي البوتنشال بارير. لو سمحت خليكم معايا، انا بارت كبير من الرياضة هنا مش هحطه. هي واحدة ان في هنا جدل هيتم في نقطه بكتر. ركزوا بس معايا في الايكويشن اللي انا هحطها عشان انا بعد من شويه جماعه. المشكله ان سوقنا في مصر احنا لازم تابعين للخارج، احنا ما عندناش مصانع الكترونيه. فناس كتير بتقول لك طب انت بتدرس الكلام ده ليه؟ ما عندناش الكلام ده في مصر. يا حبيبي انت اي مصنع هتديزاين فيه النهارده هتستخدم النانو تكنولوجي. تفهمني ولا يعني مش شرط ان يبقى عندك الحاجه، لكن انت في النهايه اي ديزاين هتعمله في مصر لو مش هيصنع في مصر هيصنع بره، هتلاقي الحاجات دي هنا بره. انتوا لو تعرفوا النهارده كورسات الكوانتم ميكانكس اللي بتتاخد بره بتاخدوا 2 كورسز دلوقتي، ما بقوش كورس واحد الليفل بتاعك ده، وبعدين واحد ادفانسد كورس كمان بعد كده عشان تقدر تتعامل بقى بالاوبريتور، يعني بطريقه كده معينه تسهل لك الحسابات كتير بتاعت الكوانتم. احنا لسه برضه التفكير ان احنا لازم لما يحصل كاتستروف كده والناس عندنا تطلع على المهندسين ما تعرفش تشتغل في اي شركه، نبتدي نفكر نغير الكورسات بتاعتنا وندخل. على فكره ده تيبيكال اللي حصل في بدايه التسعينات، كان برضه ما بيدرسوش حاجه اسمها شورت شانل افكت، ما كانتش في النانو سكيل. كل المهندسين يروحوا الشركات يعملوا لهم انترفيو، تحصل مشاكل، ابتدى يرجع لا طيب احنا بقى عاوزين نغير، تيجي تقول لهم من دلوقتي غيروا يقول لك لا احنا مش محتاجين الكلام ده، بعد شويه يفورس على الوضع. للاسف يعني هي المنتاليتي بتاعتي. فاسمعوا الكلام، لو عندكم وقت فعلا ابقوا حاولوا بعد ما تدرسوا في الترم اللي جاي ترانزستور كده ابقوا شوفوا كتب، هتلاقي مكتوب كده اسمه نانو سكيل ترانزستور، يعني ترانزستور على السكيل ده، هتبتدوا تشوفوا الكلام ده والفينومينا دي ازاي بيحسبها جوه الترانزستور جوه الحاجات اللي هي يعني بتستخدم براكتيكلي فعلا ابتدت فيه كتير من الشغل. طيب نرجع بس لظاهره التنلنج دي عشان فيها حاجه كده عاوز اناقش فيها. بص كده من فضلك دلوقتي انت متفق معايا لو عندك انرجي اقل من الباري
طبعا انت عرفت ان الفرق ده ليه انرجي يونت. لو سمحت انا عايز بس الحته دي عشان اشوف الاكسبلينيشن بالنسبه لك هيبقى صح ولا لا. والعرض بتاعه ال دي ار. الريجن دي المفروض تبقى كام يونت؟ انسيدنت وريفلكت. طيب الريجن دي سؤال، هل تبقى رايز وديكي ولا ديكي؟ ها؟ اوكي هنا طيب بصوا بقى، لا انا هقول لكم الاولانيه اللي انتوا قلتوها هنا رايز وديكي. اما هاجي اكتب بقى الريجن رقم 2 هكتبها فعلا رايز وديكي ومش ههمل الرايز. بعد كده اما هاجي في الريجن دي طبعا هيبقى ترانسميتد مش عارف. طب السؤال ليه هنا انا ما اهملتش؟ انا مش دي واحد. هل ال دي انفينيتي؟ لا. يبقى انت اما بتتكلم على ريجن صغيره فهم ممكن يبقى فيه رايز وفيه ديكي، بس افهم اكيد الديكي هو اللي هيبقى دومينيت. ليه؟ يعني بصوا في المعادله دي لو سمحت لواحد منكم بس. انت عندك تو فانكشن، عندك سوري اهي في سي اي اس ناقص جاما اكس وفي دي اي اس زائد جاما اكس. دي ديكي ودي ايه؟ رايز. خلي بالك ان الالفا هنا الجاما هنا هي الجاما هنا. صح؟ طيب لو عندك سي دي اكبر من دي يبقى التوتال هيبقى ايه؟ ديكي. فهمتوها؟ هي عشان كده. هنا انت يبقى الثانيه انت اهملت، انت المره اللي فاتت طيرت الترم ده، طيرت الترم ده ليه؟ اما كان ال كبيره جدا معناه ان التن ان ده يوصل لايه؟ انفينيتي. لكن دلوقتي هل انا اقدر اعمل الابروكسيميشن ده؟ ما اقدرش اعمله، ان انا عندي ال اللي مالها صغيره، وانتوا عارفين كمان مسائل التانلنج بالذات، هل ال دي هتبقى صغيره صغيره ولا صغيره بمعنى فعلا يعني هتتكلم على حاجات بالمايكرو او بالانجستروم او بالرينج ده. فمعنى كده ان هنا ما اقدرش ان انا اقول ان الجنرال سوليوشن هو الديكي فقط، هاخد الاثنين ومن الباوندري كونديشن هحدد لي قيمه السي ودي اللي تجيب لي الديكي اللي مظبوط جوه البارير او جوه الريجن اللي موجود عندي. عشان كده برضو هنا مسائل دايما وانت بتهمل بتهمل على اساس ايه؟ اللينس اكس، ثانيه اكس كانت عندك كبيره جدا، فطبعا الكبيره جدا هتبقى دي كارثه. لكن لو هي فيري سبيسيفايد وصغيره جدا فيري سمول فاليو هتلاقي عندك واحده رايز واحده ديكي، لكن ممكن جدا التوتال بتاعها فعلا يبقى الديكي، وده اللي هتشوفوه فعلا اما نيجي نحل المعادلات دي مع بعض. اوكي. طيب السؤال دلوقتي طبقا للكلام ده يبقى عندي كام كونستنت المفروض ان انا اجيبها؟ يا جماعه ما هي قدامكم المسألة هنا هيبقى الاي والاي والبي، هنا هيبقى السي والدي، وهنا هيبقى الاي. طيب عندك كام باوندري كونديشن؟ على فكره احنا خلاص. طيب باشمهندس لو اثنين باوندري كونديشن كده بعقلك حلو عموما بيحط لك اثنين تحت كده ايه هو كام باوندري كونديشن عندك؟ اربعه. ليه بقى؟ تعالى بس هنا يعني يا جماعه انتوا برضه انتوا فاهمين ما هو ده والله بتبقى مشكله في الامتحان عدم تفكيرك بطريقه منطقيه. تعالى انت عندك كام ريجن؟ ثلاثه. يبقى هنا هيبقى في ابساي 1 هنا في ابساي 2 هنا ابساي 3. طيب عند السايد لازم ابساي 1 وابساي 2 كونتينيوس ولازم التفاضل بتاعهم كونتينيوس، يبقى ادي عندك تو باوندري كونديشن. طب وعندي هنا برضه ما بين ابساي 2 وابساي 3، يبقى ابساي 2 لازم تساوي ابساي 3 وابساي 2 اللي هي البارشال ديريفيتيف بتاعتها لازم يساوي ابساي 3. يبقى انت عندك كام باوندري كونديشن هنا؟ اربعه باوندري كونديشن. نفس الكيسز اللي قبل كده، يبقى انت معنى كده انك هتجيب كونستنت بدلاله كونستنت ايه؟ تاني. ادي المعادلات اهي الموجوده عندك، ادي الباوندري كونديشن اللي هي بساي 1 تساوي بساي 2، بساي 2 تساوي بساي 3، التفاضل بتاع 1 و2 يساوي بعض، التفاضل بتاع 2 و3 يساوي. هيطلع لك الايكويشن دي. الايكويشن دي بقى هي الحل بتاعهم لو قعدت تعملهم مع بعض تحصلهم، ده اللي بقول لك موجود عندك في الكتاب ان ديتيلز تقريبا الثلاث صفحات. انا مش طالب منك الكلام ولا هطلب منك الا السمبليفايد فورم اللي في الاخر ان انا زي ما بقول لك مش غاوي الرياضه، وهجيب لك الفورم. الكلام ده لو عملته وحليته هتوصلوا ده الاكزاكت سيكشن. دي الترانسميشن المطلوب، يعني ده ال ده كميه الالكترونز اللي هتخرج هنا نتيجه الايه؟ الدخل. طبعا لو واحد منكم ابتدى يبص في حاجه زي كده طبعا
صعب عليك شويه لازم نعملها اناليز كده هنا. بصوا هي فيها واضح كده لو الناس بتفكر كل اللي احنا عاوزينه. ليه؟ هنا فيها الكي والكي ده طبعا ريليتد لليو. هنا فيها مين؟ الايه؟ ال اللي هو الايه؟ الويتس اللي موجوده. طبيعي الكلام ده الشكل ده معقد شويه، في بعض السمبليفيكيشن بنوصل له الى ان انا ادي صفحه اللي هعمل فيها السمبليفيكيشن انا مش هطلبها منك، ولكن دي هي بقى السمبليفايد فورم اللي انا عاوز اتكلم فيها. بص على الفورمولا دي لو جبتها لك، طبعا دي او دي ما هي واحده. يعني دي ادي الاكسبوننشال هو هنا بس انا فرض ان الكونستنت ده ب 1، هنا انا مدي لك قيمه الكونستنت اللي قبل الفانكشن. بص كويس على ده بقى. واضح جدا لو ال ال زاد هيحصل ايه للدي؟ بص هنا اي اس ناقص 2 جاما يبقى لو ال زاد هيحصل ايه للترانسميشن؟ هيقل. بس خلي بالك هل هيقل بالراحه ولا جامد؟ جامد جدا، يعني دي اكسبوننشال هنا مش لينير ايه؟ فانكشن. طب برضه نفس الحاجه لو الجاما زادت بره. طيب اوريكم بقى خطوره الحته دي من فضلكم. احنا كده التنلنج اما بجيبها لك بدي لك الفورمولا وما بطلبش منك الا انك تستخدم الفورمولا، لكن انا هجيب لك بتاعه الشاين شاين وانك تقعد تختصرها لا. انا ده مش الغلط. وخصوصا في اخر المحاضره وانت ما عندكش وقت بقى انك تترين على ده. لكن على الاقل بس الحاجه اللي انا عاوزك توصل لها انك لازم تفهم ان عمليه الترانسميشن اسمه من هنا للريجون ده تتوقف افكتفلي جدا على ال وافكتفلي جدا على الهاي. بصوا انا هديكم اكزامبل تحسبوه بالارقام وانا هحسبه لكم عشان اوريك ادلكم. بصوا من فضلكم اقروا المساله دي كده. طيب اللي بحب. دلوقتي انت عندك بارتكل جاي الانرجي بتاعته كام؟ 2 بيعدي بارير الهايت بتاعته 10. بس المره دي بقى انا مدي لك مره بيعدي بارير الويتس بتاعه بقى. بس خلي بالكم من الوحده 5 ايه؟ امس والثاني 10. انت من عقلك كده انا بعدي بارير نفس الانرجي كل حاجه، لكن تخيل بقى انا الحاجه الوحيده اللي عملتها مره خليت لك بارير 5 ومره خليته لك كام؟ 10. يعني انت عملت ايه في البارير؟ عملت له دبل. انتوا متخيلين بقى الترانسميشن بروبابيلتي هتقل ازاي؟ بصوا بقى تعالوا احسبوها، هي دي اللي عاوزه تفكير او معانا تفهم. لو انت حسبت الحساب الاولاني دي ستريت فورد، انت مجرد هتجيب تحسب التي او اس ناقص 2 جاما ال. لو حسبتها طلعت حاجه في 10 اس ناقص كام؟ 7. بصوا الثانيه بقى اللي هو ال 10 اللي هو الاكبر، اما اتحسب طلع حاجه في 10 اس ناقص كام؟ بصوا هنا كام؟ 14. مين يعني ايه؟ يعني انت انا عملت الدبل للويتس البروبابيلتي انه يعدي قلت 10 مليون مره. انتوا فاهمين؟ يعني معنى كده ان الويتس سنستيف جدا ولا لا؟ يعني دي حاجه مهمه جدا، يعني انت واحد كان عندك ترانسميشن ب 10 ناقص 7، مجرد انك انت البارير بتاعك مش خليته 20 مره ولا انت خليته ايه؟ الدبل فقط، يعني بدل ما 5 انجستون بقى 10 انجستون. كميه الكارير اللي هتعدي ولا هتترانسميت الجهه الثانيه قلت 10 مليون ايه؟ مره. عشان كده بنتكلم دايما ان التانلنج فيري فيري سنسيتيف جدا للسمك. وعشان كده طبعا هو كل الشغل ده بقى في النانو رينج. انتوا يعني اما هتعرفوا شويه على النانو تكنولوجي الباترنز والحاجات اللي بتتعمل ده احنا بنضيف على الشكل او على الترانزستور 1 اتوم او 2 اتوم. تتغير الكاتكستيك. كنت فهمت ليه؟ ان النهارده لما باجي اقول لك مثلا كان عندك الشانل كلها اللي فيها اللي هتعدي فيها الالكترون مثلا نفترض 5 اتوم. لو واحد منكم راح ضايف كمان 2 اتوم. 2 اتوم دي يعني معناها ضاف ثلث للشانل، فطبعا انت متوقع بقى ساعتها الترانسميشن يقل جامد جدا. عشان كده الشغل بتاع التانل ده فيري فيري سنسيتيف. بصوا كده احنا دي اخر حاجه اخذناها. كان في بعد كده ابلكيشن انا ما اديتوش يوم الاثنين اللي هو بتاع سكاننج الكترون مايكروسكوب، ده مش مشكله يعني ده كان ابلكيشن. لكن كده احنا خلصنا البارت.